السلام عليكم. المحاضرة دي إن شاء الله هنشوف إزاي بنعمل هيدروليك كالكوليشن للديزاين اللي إحنا عملناه. بس قبل ما نبدأ تعالى نعرف يعني إيه الهيدروليك كالكوليشن أو الحسابات الهيدروليكية دي. كده أنا هخش في الديزاين بتاع البامب روم وأعمل سيليكشن للبامب اللي هتغذي السيستم اللي عندي. إزاي نقدر إن إحنا نعمل حسابات الهيدروليكية وإيه هي البارامتر اللي هستخدمها عشان اعمل حسابات الخاصة بالبمب؟ عندي حاجتين اتنين مهمين جدا عشان اقدر اعمل الهيدروليك كالكوليشن دي، حاجة اسمها البمب فلوريت وحاجة اسمها البمب بريشر. لما نتكلم عن البمب فلوريت الخاصة بالمضخة، يعني بتكلم عن مجموع معدل التدفق الخاص بالهوز سيستم اللي هي الانظمة الاطفاء اليدوية، ومجموع معدل التدفق الخاص بالسبرينكلر سيستم اللي هي أنظمة الإطفاء الأوتوماتيكية. بالنسبة لمعدل التدفق الخاص بأنظمة الهوز سيستم، هنلاقي الجدول ده في الكود عندنا هنا في العمود الثالث. ده بيديني مجموع الفلوريت اللي عايزه للهوز سيستم على حسب الخطورة اللي عندي. احنا المشروع اللي احنا كنا شغالين عليه كان خطورته لايت هازارد، فاللايت هازارد هيكون التوتال كومباين انسايد اند اوتسايد هوز هيكون 100 جي بي ام. ونلاحظ ان كل ما الخطورة زادت كل ما احتمالية ان انا اشغل اكتر من حنفية كل ما كان اكتر، وبالتالي كمية الجي بي ام هتزيد. السبرينكلر سيستم هنشوف عندنا تشارت برضو من الكود ال NFB13 بتعرف بـ الدنستي اريا كيرف. يعني ايه؟ يعني كمية المية اللي بيحصل لها ديستشارج في الغرفة اللي عندي، والدنستي هنا يقصد بها كمية المية اللي بتنزل في المساحة اللي عندي. وزي ما احنا شايفين ان كل ما الخطورة بتزيد كل ما الدنستي بتزيد، كل ما الدنستي عندي بتزيد يعني كل ما المية اللي بتنزل في المساحة اللي عندي بتزيد. في المحور الرأسي ده هنلاقي حاجة اسمها Area of Sprinkler Operation، ودي المساحة التصميمية اللي بصمم عليها نظام إطفاء الحريق. يعني دي أقصى مساحة الكود بيتوقع إن هي يحصل فيها حريق قبل ما يتم السيطرة عليه تماما. بمعنى إيه؟ إن إحنا مش هنتوقع إن مساحة الحريق تزداد عن المساحة اللي موجودة في الخريطة دي لكل خطورة. يعني في الخطورة اللايت هازارد والأوردينري هازارد الـ Area of Sprinkler Operation بتكون 1500 قدم مربع، اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي بتساوي 139 متر مربع. طب وبالنسبة لـ Extra Hazard Group 1 و Group 2 هنلاقي إن الـ Area of Sprinkler Operation بتكون 2500 قدم مربع، اللي هي بتساوي 232 متر مربع. بمعنى المساحات ديت مش متوقع اني الاقي مساحة الحريق بدأت تكبر عن المساحتين دول اللي هما في اللايت والأوردينري 1500 قدم مربع، وفي الاكسترا هازارد بيكون 2500 قدم مربع. طب احنا هنقدر نستفيد من التشارت دي ايه؟ ان لو انا عندي الخطورة اللايت هازارد زي ما كان عندي في المشروع، هنلاقي ان الـ Area of Sprinkler Operation زي ما احنا قلنا من هنا هتكون 1500 فيت سكوير اللي هي 139 متر مربع، والمساحة اللي بيغطيها الرشاش الواحد في الخطورة اللايت هازارد، ودي تم ذكرها في المحاضرات السابقة لو انت رجعت للجداول هتلاقيها. تعال نجيبها كده مع بعض عشان نفتكر. هنلاقي في الجدول اللي احنا كنا ملخصينه من الكود الماكسيمم سبرينكلر بروتكشن اريا هي 18.6 متر مربع في اللايت هازارد. تعال بقى نرجع للسلايد بتاعتنا. يبقى اذا عدد الرشاشات اللي انا متوقع ان ادخلهم في الحسابات اللي هعملها في حاله الخطوره اللايت هازارد هم 8 رشاشات. جات منين؟ جات من ان انا اقسم اقصى مساحه هيقوم فيها حريق وهي 139 متر مربع، اقسمها على المساحة اللي بيغطيها الرشاش الواحد اللي هي 18.6 متر مربع، هتلاقي تقريبا ان هما 8 رشاشات في اللايت سبرينكلر، والعدد ده ما نقلش عنه.
لما نروح للاوردينري هازارد هنلاقي ان الاريا اوف سبرينكلر اوبريشن 1500 فيت سكوير زي اللايت هازارد، لكن الاريا اوف سبرينكلر المساحه اللي بيغطيها الرشاش الواحد في الخطوره الاوردينري هازارد هي 130 فيت سكوير او 12 واحد من 10 متر مربع. لما نقسم الرقمين دول على بعض هنلاقي عدد الرشاشات اللي متوقع ان انا ادخلها في الحسابات بتاعتي في حالة الخطورة الاوردينري هازارد هي 12 رشاش، وفي الاكسترا هازارد هنلاقي الاريا اوف سبرينكلر اوبريشن هي 2500 فيت سكوير، والاريا اوف سبرينكلر هي 90 فيت سكوير، نلاقي ان عدد الرشاشات معايا 28 سبرينكلر. عايزين نأكد بس ان في اللايت هازارد ما نقلش عن 8 رشاشات، في الاوردينري هازارد ما نقلش عن 12 رشاش، وفي الاكسترا هازارد ما نقلش عن 28 رشاش. لما نروح للمبنى اللي احنا كنا عاملين له ديزاين المحاضرة اللي فاتت، تعال نقيس المساحة بتاعت المبنى ده كده ونشوف مساحته قد ايه تقريبا. لو ضغطنا على امر AA فده بيدينا الاريا، اقدر اجيب مساحة المبنى ده على طول. ابدأ احدد الكورنر اللي هنا ده، الكورنر اللي هنا، والكورنر اللي هنا، والكورنر الاخير ده، وبعد كده ارجع لاخر نقطه انا كنت واقف عندها، وبعد كده اضغط مسطره، فيديني الاريا هي تقريبا 562.3 من 10 متر سكوير. اذا المساحه اللي انا متوقع ان هي يحدث فيها حريق هي 139 متر مربع، اي حوالي 8 رشاشات فقط اللي هيشتغلوا وقت الحريق، والباقي كله هيكون مقفول عشان الحريقة لسه ما وصلتلهوش، لأنها سيطر على الحريق قبل ما تزداد. يعني احنا في اللايت هازارد هنحتاج معدل تدفق بيساوي 100 جي بي ام اللي هم بتوع الهوز سيستم، زائد الفلو اللي هيخرج من 8 رشاشات. ولو انا عندي بقى في الخطورة الاوردينري هازارد هحتاج فلو مقداره 250 جي بي ام للهوز سيستم، زائد فلو هيخرج من كام رشاش؟ من 12 رشاش. وكذلك في الاكسترا هازر هنجيب برضو كمية الجي بي ام في الهوز سيستم وكمية الفلو اللي هتخرج من 28 رشاش. تعال بقى نرجع للديزاين بتاعنا تاني، وتعالى نشوف هي فين الرشاشات اللي هبدأ ادخلها معايا في الحسابات بتاعتي. بناخد ابعد مجموعة رشاشات عن الرايزر اللي عندي، لان ابعد رشاشات هي اضعف جزء في المنظومة، وبالتالي هضمن الضغط والفلو متحقق في كامل المساحات اللي عندي. هنشوف الرايزر بتاعنا طالع منين، هنلاقيه من المنور ده. ناخد اقصى مسافة بعيدة عنه وهو المسافة ديت، بعد كده هعمل امر ريكتانجل REC واضغط مسطرة، وهبدأ احدد من الكورنر ده كده، وابدأ اعمل مساحة عندي هنا كده، وليكن لغاية هنا المساحة دي كده. طبعا هبدأ انزل بيه للاخر خالص بالشكل ده كده. هنغير بس اللون بتاعه عشان يبقى ظاهر معانا، نخليه باللون السيان ده، وبعد كده هنحدد المستطيل ده ونضغط امر LI عشان نجيب مساحته. هنلاقي المساحة بتاعته 163.7 من 10 متر مربع، والمساحة ديت هي أكبر من المساحة المطلوبة اللي هي 139 متر مربع، المساحة اللي متوقع يحدث فيها حريق. طيب تعالى نشوف لو احنا قللنا مساحة المستطيل ده شوية، أو قللنا المستطيل ده شوية كده وليكن بالشكل ده كده، تعالى نجيب مساحته، هنلاقيها 144.6 من 10، لسه أكبر من المساحة اللي هي 139. أبدأ أقلل المساحة شوية وليكن بالشكل ده، أضغط LI ألاقي إن المساحة 136، يعني أنا بلعب في الرينج أنهي؟ يعني أنا سواء هنا أو هنا أنا كده كده حاصر الرشاشات دي اللي هما الأربعة اللي تحت دول والستة اللي فوق دول، يبقى أنا عندي كام رشاش؟ 10 رشاشات. واحنا قلنا ان عدد الرشاشات في اللايت مش هيقل عن 8 رشاشات، لكن طبقا للتوزيع بتاعي والمساحات اللي عندي ممكن الاقيهم 9، ممكن الاقيهم 10 او 11 او 12 رشاش. انا عندي هنا بقى في المشروع بتاعي ده عدد 10 رشاشات، يبقى انا كده ما قلتش عن 8 رشاشات،
يبقى انا كده هما دول الرشات اللي متوقع ان هما يشتغلوا وقت الحريق، وديت المساحة اللي متوقع ان يحدث فيها الحريق. طيب عشان نقدر نعمل الحسابات بتاعتنا بنخش على برنامج اسمه الاليت فايل. بس قبل ما هنخش عليه تعالى نشوف رسمة مبسطة كأنها رسمة 3D بتوضح لينا المسار بتاع البايب هيبقى ماشي ازاي. النقطة واحد ديت هي النقطة اللي عند البامب، بعد كده هتبدأ تمشي وتطلع بالرايزر بتاعي. نقطة 3 و4 هي النقطة اللي هيغذي صندوق الحريق، ونقطة 5 هيبدأ يخش عندي للدور. بدأنا نحط الزوم كنترول فالف وبدأنا نمشي في الدور بتاعنا ونودي للرشاشات. بس خلي بالك وانا ماشي في الدور ما برسمش الرشاشات غير الرشاشات اللي كان ايه اللي داخل المستطيل اللي انا حددته اللي هما العشر رشاشات دول. وخلي بالك واحنا ماشيين القطر هنا 6 بوصة 6 بوصة. الماسورة اللي داخلة للفاير هوز كابينت طبعا احنا قلنا ان هو بيبقى قطره 2.5 بوصة، بعد كده القطر عندي قل 3 بوصة، وبعد كده بقى 2.5 بوصة 2 بوصة. القطر بيقل لان انا باخد منه برانشات وبروح اغذي للرشاشات، فالقطر عندي بيقل زي ما احنا كنا شغالين عندنا. تعال نرجع كده للاوتوكاد، هنلاقي ان القطر كان ماشي دخل ب2.5، بعد كده 3 بوصة 3 بوصة بدأت تاخد برانشات، فبقى يقل القطر معايا 2.5 2.5 2.5، بقى هنا 2 وهنا بقى 2 وبقى 1.25 بقى 1 وهكذا. خلي بالك بقى الرسمة ديت يعني انت مش ملزم ان انت ترسمها، لكن انا بس بشرح عليها عشان نقدر ان احنا نفهم ازاي هنبني عليها الحسابات او الهيدروليك كالكوليشن اللي ان شاء الله هندخلها في برنامج الفاير اليت. تعال نشوف بقى احنا هنحدد البريشر الخاص بالمضخات اللي عندي ازاي. عشان ابدا احدد البريشر، البريشر بتاع المضخات زي ما احنا شفنا في الاول خالص ان هو بيحتوي على الاستاتيك هيد والفريكشن لوزز والريزيدوال بريشر. اول ضغط وهو الاستاتيك هيد، وهو عبارة عن الاليفيشن. الاليفيشن اللي هو انهي اللي هو من نقطة 2 لغاية نقطة 5، وكل ما الارتفاع ده زاد كل ما الاستاتيك بريشر زاد. يعني كل ما 10 متر ارتفاع رأسي بيمثل ضغط 1 بار على المضخة. تاني ضغط معانا وهو عبارة عن الفريكشن لوزس، ودي مفاقيد الاحتكاك، ونتيجة الاحتكاك اللي عندي الضغط عندي بيقل، فلازم نحسب القيمة ديت علشان المضخة تقدر تتغلب على الاحتكاك ده. تالت ضغط معانا وهو الريزيدوال بريشر. الريزيدوال بريشر ده معناه ايه؟ ان المضخة اللي هتتركب عندي في النقطة رقم 1 هي مش بس هتتغلب على الضغط بتاع الستاتيك بريشر والفريكشن لوزس، هي كمان هتغذي الرشاشات وهتغذي الفاير هوز كابينت بالمينيمم بريشر. فكان احنا قلنا ان المينيمم بريشر للرشاشات هو عبارة عن 0.5 بار، والمينيمم بريشر للحنفية اللي هي 1 أو 1.5 بوصة بيكون 4.5 بار، وللحنفية اللي هي 2.5 بوصة بيكون كام؟ 6.9 بار. الكلام ده احنا شارحينه في المحاضرات اللي فاتت، عشان كده انا كنت براجع عشان نبقى فاكرين القيم ديت واحنا شغالين في المشروع بتاعنا. الجدول ده بيوضح لي الاكويفلنت بايب لينز بتاع الفيتنج. يعني ايه equivalent pipelines؟ اي كوع او اي البو او اي تي او اي فالف او اي فيتنج بيمثل عندي طول مكافئ بيتحسب على الفريكشن بتاع البايب. فلو عندي بايب قطرها 4 بوصة وراكب عليها البو 90 درجة، فده بيمثل طول مكافئ مقداره 10 فيت للبايب اللي عندي. انا بقى مش هستخدم الجدول ده، ليه؟ لان البرنامج اللي احنا هنستخدمه بيحسب الكلام ده على طول، وانا هدخله الفيتنج اللي عندي في المسار بتاعي. ده بالنسبه كده للفريكشن. طب بالنسبه للاستاتيك، ببدا ادخل ارتفاع الدور اللي عندي لحد البامب رو، اشوف الارتفاع قد ايه وابدا ادخله عندي. طب وبالنسبه للوركينج بريشر، بدخله للبرنامج برضو بالقيم دي زي ما احنا قلنا. لو انا عندي السبرينكلر سيستم بدخل 0.5 بار، وبالنسبه للفاير هوز كابينت سواء كان 1 أو 1.5 بوصة بيكون 4.5، وال2 بوصة بيكون 6.9 بار. الشبكه بتاعتي لما تبدا تخرج من البامب بتاعتي بيبدا يركب عليها فيتنج، زي ما احنا شايفين ان هنا في كوع 90، هنا في حرف تي، هنا في كوع 90 كوع 90، وهكذا بقى لغايه ما اوصل لاخر رشاش عندي.
فعشان أبدأ أدخل الكلام ده للبرنامج فبدخله على هيئة حروف. فإحنا هناخد إكزامبل كده على ما إن شاء الله المحاضرة الجاية نشوف وإحنا بنشتغل على البرنامج نبقى إحنا عارفين الحروف دي بتدل على إيه. فحرف الإي بيدل على الإلبو، والتي بيدل على حاجة اسمها التي كونكشن، والجي بيدل على حاجة اسمها الجيت فالف، ودي هلاقيها في الزوم كنترول فالف، ما هي فيها فالف وفيها فيتنج. هنبدأ إن إحنا ندخل القيم بتاعتها، والسي معناها التشيك فالف. إن شاء الله بقى المحاضرة الجاية هيبقى شغلنا كله على برنامج الفاير إلي، علشان نشوف إزاي هنبدأ نعمل حسابات الهيدروليكية الخاصة بالمضخات بتاعتنا. أشوفكم المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.